إن نسبة الأكسجين على سطح الأرض تعادل 21% تقريبا، وتنخفض هذه النسبة تدريجيا كلما ارتفعنا في السماء حتى تنعدم كليا على علو 67 ميلا، فإن ذلك سوف يؤدي لا محالة إلى نقص معدل مرور الهواء عبر الأسناخ الرئوية إلى الدم، كما يتسبب أيضا في تمدد غازات المعدة والأمعاء التي تدفع الحجاب الحاجز إلى الأعلى فيضغط على الرئتين ويعيق تمددهما. إذن نحن أمام ظاهرتين علميتين: الأولى إن التغير الهائل في ضغط الجو الذي يحدث عند التصاعد السريع في السماء يسبب للإنسان ضيقا في الصدر وحرجا، الثانية إنه كلما ارتفع الإنسان في السماء انخفض ضغط الهواء وقلت بالتالي كمية الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس. ففي عام 1648 ميلادية أثبت العالم المشهور بليز باسكال أن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، وجاء في الموسوعة العالمية Encyclopedia International Volume 2 صفحة 165-167 ما ترجمته: إن الكتلة العظيمة للجو غير موزعة بشكل متساو بالاتجاه العمودي، بحيث تتجمع 50% من كتلة الجو ما بين سطح الأرض وارتفاع 20,000 قدم فوق مستوى البحر، و90% ما بين سطح الأرض وارتفاع 50,000 قدم عن سطح البحر. وعليه فإن الكثافة دينسيتي تتناقص بسرعة شديدة كلما ارتفعنا بشكل عمودي، حتى إذا بلغنا ارتفاعات جد عالية وصلت كثافة الهواء إلى حد قليل جدا. وجاء في إنسايكلوبيديا أمريكانا فوليوم 1 صفحة 394 ما ترجمته: يجب على الطائرة إذا كانت على علو شديد الارتفاع أن تحافظ على مستوى معين من الضغط الداخلي لحماية الركاب، فإن الضغط الجوي في تلك الارتفاعات يكون أدنى بكثير من الحد المطلوب لتأمين الأكسجين الكافي لبقاء الركاب على قيد الحياة. كما أن التغير السريع في الضغط الجوي الناتج عن تغير الارتفاع يؤدي إلى انزعاج جسدي حاد. هذه الحالة سببها ارتفاع نسبة النيتروجين في الدم عند الانخفاض السريع في الضغط. هذا ومن المسلم به أن الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على أي معرفة بتغير الضغط وقلته كلما ارتفع في الفضاء، وإن ذلك يؤدي إلى ضيق في التنفس بل إلى تفجر الشرايين عند ارتفاعات شاهقة. ومع ذلك فإن الآية الكريمة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء. تشير صراحة إلى أن صدر الإنسان يضيق إذا تصاعد في السماء، وأن هذا الضيق يشتد كلما ازداد الإنسان في الارتفاع إلى أن يصل إلى أشد الضيق، وهو معنى الحرج في الآية كما فسره علماء اللغة. وقد عبرت الآية عن هذا المعنى بأبلغ تعبير في قوله تعالى:
كأنما يصعد، إذ إن أصلها يتصعد، قلبت التاء صادا ثم أدغمت في الصاد فصارت يصعد، ومعناه أنه يفعل صعودا بعد صعود. فالآية لم تتكلم عن مجرد الضيق الذي يلاقيه في الجو المتصاعد في السماء فقط، وإنما تكلمت أيضا عن ازدياد هذا الضيق إلى أن يبلغ أشده.